كلمات مدادها الذهب قالها باني الدار القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهو يوجه رسالته إلى أهل وطنه بصفة عامة، ثم خص دلما بقوله: الدخل كله كان في الماضي في دلما من الغوص، وصيد اللولو يساعد في الإنفاق على المدن والقرى، على شعبنا ألا ينسى ماضيه وأسلافه كيف عاشوا وعلى ماذا اعتمدوا في حياتهم. وكلما أحس الناس بماضيهم أكثر وعرفوا تراثهم أصبحوا أكثر اهتماما ببلادهم وأكثر استعدادا للدفاع عنها.